أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسلام عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فغذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا تائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم تبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفعاتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي دلال مبين. إني آمنتم بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لربي واجعلني من المكرمين.
بما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم هامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلى يحهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا مهضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فلا ليل سبيك النهار وكل في فلق يسبحون فآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فحلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تحتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستعجلون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فنفخ في صور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقادنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. فأنت أذل اليوم أيها المجرمون. ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. أن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبيلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يوم نحتم على أفواههم وتكلمون أيديهم فتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فلو نشاء لتمسنا على أعينهم فأستبعدوا صراطا فأنا يبصرون. فلو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استهتروا مؤديا ولا يرجعون. فما نؤمره دونك في الحلق، أفلا يعقلون. وما علمناه شعرا وما ينبغي له، هو إلى ذكر قرآن مبين. لأنذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين. ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم فمنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون. فتحازوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستأتون نصرهم وهم لهم جند مهدرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا فَنَسِيَ خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا
الذي جعل لكم من الشجر الأحجار النار فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقدير على أن يهلك مثلهم بلى وهو الخالق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.